هذا الكلام طلع في مجرد تصريحات ولن تصنع بشكل رسمي. هو اتقال ان احنا اخر يونيو مش هنبقى موجودين في السلطه، 1/7 هيتولى بالظبط الرئيس. وبالتالي احنا بنتكلم، لا انت دلوقتي طبقا لاعلان دستوري وطبقا لاستفتاء شعبي تم استفتاء ملايين المصريين عليه ولو شرعيه حقيقيه، بغض النظر عن خلافنا ايامها انه كان ده الخطوه الافضل ولا لا، ولكن في النهايه انت امام اراده، هذه الاراده ارادها المصريين، نريدك ان تنفذها كما وعدت وكما قلت او كما تقول انك نفذت كذا وكذا وكذا، نريد منك الخطوه الاخيره ونؤكد على ضروره فعلها وباسرع وقت. وهم حتى في تصريحاتهم قالوا بحد اقصى. نعم 30 يوم. طيب احنا عايزين حد الاقصى. هم قالوا في كلام وطلعت تسريبات ان فتح باب الترشيح 15/4. لا يعني احنا ممكن فتح باب الترشيح يبقى مارس على طول بعد انتخابات الشورى ويبقى عندنا رئيس في ابريل. انا شايف انه ده افضل لانه الواقع بيقول دلوقتي استاذ خير حاجه انه ما فيش شهر عدى غير ما حصلت مشاكل. وناس كتير قوي تقول لك هي فرق 4 من 6. لا ما هو الشهرين دول قيس اي ارجع اي شهرين شهرين شهرين. ليه ديسمبر عدى؟ هو ديسمبر حصل في حاجه؟ فكرني. تبعات نوفمبر. ديسمبر يعني ماشي يعني عشان انتخابات احداث مجلس الوزراء كانت في نوفمبر. في نوفمبر. لا احداث مجلس الوزراء في ديسمبر. احداث محمد محمود كانت في نوفمبر. نعم. مجلس الوزراء صح 19 نوفمبر. نعم وابتدينا في يناير بس هو اللي كان شهر الى حد ما عدى عشان انتخابات الرئاسه عشان انتخابات الشعب شهر وبالتالي كويس. وبالتالي لا حقيقه الامر احنا اعتقد انه ان يعني هذا المساله لم تعد مجال للشك ان هناك فشل كبير في اداره المرحله الانتقاليه. يمكن في هذه اداره المرحله الانتقاليه انا بشيد بتجربه مجلس الشعب ومسألة إدارة الانتخابات فيها، في نظري دي أفضل الأشياء التي حدثت في هذه المرحلة الانتقالية دون سواها. وبالتالي إحنا بنتكلم عن إدارة هذه البلد، إحنا بنقول إنه مطلوب رئيس بأسرع وقت ممكن حتى تهدأ الأمور وتستقر البلد ونبدأ بقى يا أستاذ خيري زي ما كانت معركتنا ضد إسقاط النظام وهدم هذا النظام تكون معركتنا الجاية بقى في بداية البناء والإنتاج وحالة استقرار. لأنه أنا عايز أأكد على حاجة اللي وليد بيقول، هو وليد يعني صديقي من زمان، هي نفس الفكرة أنه يعني الروح اللي كنا فيها يوم 25 و28 وما لاحقها طول 18 يوم وما بعدها هي نفس الروح اللي في نظري لو توجهت في صالح بناء وعمل مشروعات قومية والتفاف الشباب حواليها هتكون موجودة بشكل لا يمكن أن لأحد أن يتخيله. هو هذا امر اعتقد ان الجميع متفق عليه. وعايز اقول حاجه انه هؤلاء الشباب وهذه الثوره وهؤلاء الثوار كما استطاعوا ان يذهلوا العالم ويذهلوا كثيرا من المصريين، انا في نظري بثوره يستطيع ان يذهلوا العالم ببناء حقيقي لدوله مختلفه تكون لكل ابنائها. احنا نفسنا انه ما نلاقيش شخص في يوم من الايام مش عارف يشتري روشته الدواء او واقف في طابور عشان علاج كيماوي مش لاقيه، او انه مش لاقي يقوت عياله وبيتهرب من عياله عشان ما يعشهمش. نفسنا انه ده ما يحصلش ونفسنا ان احنا كلنا نشارك في ده لان احنا اكيد من اولاد هذا الشعب اللي في لحظات كتيره جدا بيتعرض لنفس المشاكل دي. وبالتالي انا باكد انه الان نحن نريد بشكل رئيسي مساله البدء في حالة استقرار كاملة بوجود رئيس والتكملة على المؤسسات التي بنيت كمجلس الشعب والتي ستتم كمجلس الشورى من أجل حالة استقرار بقى. نفسنا نشوف 6 مليار اللي حصل في البورصة امبارح يستمروا بقى مع وجود رئيس ومرحلة المسيرة. هي دي المسيرة بتاع الجيزة وسط دلوقتي قدام كلية الزراعة. أنا عايز والله أقول حاجة على المشهد ده، أنا عمال يمكن أتفرج على مسيرة الجيزة يوم 28 يناير يعني كانت الأقدام. كنت في الوقت ده كنت مسؤول عن ملف المحافظات في الحملة الشعبية دعم بدعي، وكنا يومها في مسجد الاستقامه برضه في نفس المكان مع الدكتور البدعي، وطبعا حصل الضرب الشهير اللي حصل. وانا هتذكر مشهد لازم اقوله للناس كلها دلوقتي. هذا المشهد ساعه ما ابتدينا بعد الصلاه ومع الهتاف الشعب يريد اسقاط النظام، طبعا المياه والرصاص المطاطي والقنابل المسيله الدموع اشتغل بشكل غير عادي. فمجموعه كبيره مننا مع الدكتور البدعي وبعض الشخصيات عامه زي الدكتور عبد الجليل مصطفى والدكتور بلغار جرينا على الجامع ليه محاولة المكوث فيه لحين الوضع ما يهدى شوية. وتحول الجامع مع الوقت لمستشفى انه الشباب بره بينهاروا فالناس بتشيلهم بتجيبهم مع الجامع بنحاول نعمل لهم اسعافات بما توفر من الخل والبيبسي وبتاع. وكان في لحظة كده جه دوري ان انا ابقى موجود على الجامع لاستقبال المصابين. في اللحظة دي دخل شاب مغمى عليه تماما. هذا الشاب يعني كان حظي ان انا بسعفه ويعني اول ما فاق فبيقول لي ايه ده انا فين؟ قلت له انت في الجامع. قال لي لا 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 لازم اقوم امشي بسرعه. قلت له تمشي ليه؟ انت تعبان جدا لازم تريح على الاقل ربع ساعه عشان تقدر تكمل.
فبيقول لي لا اصل انا عمري دخلت جامع في حياتي. فقلت له طيب يعني لو انت عاصي وعمرك دخلت جامع دي حاجه كويسه وما تزعلش. قال لي لا 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 اصل انا اسمي جورج. قلت له جورج طيب يعني ده بيت ربنا زيه زي الكنيسه، ما تقلقش نفسك احنا كلنا مع بعض. وبعد شويه ابتدى ياخد على الجو وابتدى وهو كمان يقول الراجل اتخض قال لك عملوها فيها نازل ثوره ولا نازل رياضي وابتدى يسعف. المهم بقى المشهد انه بعد شويه الامن عرف ان الدكتور بدعي جوه ومجموعه كبيره مننا جوه، فابتدى يضرب بالطلق المطاطي على شبابيك الجامع. طبعا شبابيك الجامع كلها اتكسرت وكان في محاوله لدخول الجامع والقبض علينا يعني. والله العظيم ان هذا ما حدث، ان انا بصيت ان لقيت جورج ده بياخد 20 شاب من الجامع ويقولهم يلا نطلع نحمي بيت ربنا وعلى جثتنا انهم يدخلوا. انا بقول المشهد ده لانه هذه رساله، دي مصر. مصر مش كنيسه تطفيح، ومصر مش احداث امبابه. مصر هي البلد اللي بتحتوي الجميع. مصر اللي لن تسمح في اي وقت من الاوقات، وهذه المشاهد وهذه المسيرات هي دليل ومؤشر خطير للأغلبية الآن والأغلبية بعد 5 سنين والرئيس الآن والرئيس بعد 5 سنين وبعد 20 سنة. شعب خرج، هذا الشعب قرر أن لا يستعبد، هذا الشعب قرر أن لا أحد لن يسمح لأحد أن يضحك عليه أو يتاجر بأحلامه، وأن على الجميع الآن الذي يتولى المسؤولية الآن أقلية وأغلبية أن يبحثوا على التوافق العام، أن يبحثوا على هدوء الأوضاع على استقرارها، لأن المصريين لن يسمحوا بغير ذلك، ومن أعطى الشرعية يستطيع أن يسحبها في أي وقت. هذه رسالة واضحة للجميع، وأنا حزب سياسي وبالتالي يعني هذه رسالة لينا كحزب قبل ما نكون كثوار الجميع. هذا المشهد يجب أن يكون في أعيننا جميعا بعد عام من الثورة، والذي سيتكرر الكثير بعد أعوام سابقة إن شاء الله في الاحتفالات بعد استكمال مطالب الثورة، في أن ستكون رسالة واضحة. هذا عيد قومي لمصر، هذا اليوم هو يوم قتل فيه الكثيرون واستشهد فيه الأكثر، هذا اليوم هو رسالة لأرواح خالد سعيد ومينا دليان وسيد بلال وسالي زهران والعديد والعديد والشيخ حماد عفت وعلي عبد الهادي ومحمد مصطفى وكل الشهداء الذين اليوم نحن نجلس ويحتفل بنا ونظهر في التلفزيونات، ولكن بفضل هؤلاء وليس لأحد، فضل آخر. الفضل لله، فضل الله طبعاً. الذي جمع الشعب المصري على هذا الشكل. احنا شفنا من شويه المسيره كانت ماشيه بتاع الجيزه، خبر على اليوم السابع بيقولوا انهم قبضوا على بلطجي معاه مجموعه من الاسلحه البيضاء داخل الميدان وتم حبسه. عاملين سجن بقى يعني زي عاملين مستشفى في ميدان التحرير. كان في 4 سجون ايام الثوره، عملنا في 4 سجون في ايام الثوره في الميدان 18 يوم عاملين 4 سجون. 4 سجون المعامله فيهم شكلها ايه؟ لا لا ده الحمد لله. لا انا كنت بشوفهم وهم طالعين متشالين كنا بنطلع يعني اللي كانوا بيعملوا فينا في امن الدوله كنا بنعمله الحمد لله. واضح يعني. طيب احنا الشيخ مظهر معانا؟ طبعا لسه بتجهزوا بيه، انا شايف واقف اهو منور ولابس بلطو، الدنيا برد في ميدان التحرير واضح يعني. طيب دكتور وليد، واحنا بنتكلم عن مرحلة البناء، الثوار انواع، الثوار مش نوع واحد. طيب. في انواع انفعالية، انواع عصبية، انواع تجيد التعبير بالكلام، انواع صامدة تستطيع البقاء في الميادين، انواع مغامرة تستطيع التضحية بروحها، يعني في تشكيلات للشعب المصري. طيب. تركيبات مختلفة، ومنهم من قرر دي شماريخ الجيزة، دي شماريخ؟ لا الشماريخ مش منورة كده، ده دخان. لا 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 ده حاجة واضح انها بيتمرنوا بيفتكروا الاجواء بس. دكتور وليد في ناس بتقعد تشتغل تمام، يعني نوع من الصور، وانت اقرب الى النوع ده، قعدت تعمل دراسات وتعمل ابحاث وتفكر عشان تبقى جاهز للخطوة اللي بعد. تمام. وده دور مهم جدا لا يقل بحال من الاحوال ان لم يكن هو الاهم الان. الله يخليك. يعني كل واحد يقوم بعمله، اللي بينزل ميدان التحرير ينزل، واللي عايز يكمل الضغط يكمل، ويبقى في ناس بتبني عشان نكون جاهزين. تمام. بتعمل ايه؟ يعني اختار لي اهم مشروع انت عملت له دراسه وشايف انه يفيد في المرحله القادمه. انا شايف ان هم الفتره الجايه احنا نتفق ان احنا عندنا ثوره بناء. انا اقتصادي. استاذ عبد المنعم استاذ عمرو سياسيين، عمرو اجتماعي شويه. عبد المنعم سياسي صرف. حزب العدل تحركات شبابيه اجتماعيه، انا اقتصادي. احنا دلوقتي عندنا موارد اقتصاديه في مصر. انا حلمي مصر سنه 2025 يعني 5 6 سنين ان احنا نوصل لمصر الدوله مش الناميه او الدوله المتقدمه في جميع المظاهر. لما اجي ابص عندي الموارد بتاعتي،
انا عنديش ازمه في الموارد، انا عندي موارد بتروليه، موارد بحر احمر، وموارد مائيه، موارد جغرافيه، موارد بحكم الموقع الجغرافي المصري. نعم. لو احنا استغلينا كل مورد عندنا في الاتجاهات ديت احنا مش هنبقى محتاجين ان انا على فكره بالبلدي كده ما بحبش كاقتصاد ان انا اروح امد ايدي لحد، ما بقاش انا محوش فلوس عندي واروح امد ايدي لحد واحمل تبعات للاجيال الجايه. انا عندي مورد بس ما بعرفش ادير المورد، دي المشكله الاساسيه اللي عندي في مصر. كيفيه اداره المورد الاقتصادي هو ده الهدف الفتره الجايه. عندي مورد، ثلاث موارد رئيسيه بتحرك فيهم باستغلال الموارد الموجوده في مصر. نمره واحد، ده هيدخل لي فلوس وهيدخل لي انعاش اقتصادي جامد في فتره معينه باستغلال هذا المورد.